مبسوطة قوي ان انا معاكم النهاردة. طبعا رمضان ده بالنسبة لي يعني هو من قبل رمضان، احنا دخلنا تصوير قبل رمضان، كانت فترة صعبة جدا، مرهقة بدنيا ونفسيا اكيد، عشان انا بعمل دورين والاول مرة في حياتي بشتغل مسلسلين في رمضان. فكان لود جامد عليا قوي، بس كان في نفس الوقت تحدي بالنسبة لي كبير، ان انا ازاي هعمل ده وده، هما بعاد كل البعد عن بعضهم، يعني مش شبه بعض ابدا، وزي يعني ما يبقاش في تشابه في حاجة ويبقوا مختلفين والناس تصدقني هنا وهنا، واهم حاجة زي أنا الناس تصدقني. والحمد لله قدرت ان انا اوصل للناس في الشخصيتين، يعني دي علمت ودي علمت عند الناس، يمكن لان انا حبيتهم، انا حباهم وانا ما اخلصت ليهم، وانا ما اعرفش اعمل حاجة انا مش حباها، يعني لازم الشخصية تخطفني، فيها حاجة كده تخطفني عشان اعرف احولها الحقيقة، عارفة؟ فهو ده صراحة اكتر حاجة بتشدنا او بتشدني كصحفية، انه يبقى في دور، يعني سيزون رمضان انت شخصيتين والاول مرة، كمان لاول مرة الدور الصعيدي، اللهجة الصعيدية، وكمان احنا ما حسيناش، يعني احنا واحنا بنتكلم مع حضرتك مش حاسين اصلا ان في جنسية سورية او في اي حاجة، انت مصرية بحت، يعني مصرية 100%. كمان اللهجه الصعيديه اوقات بتكون صعبه على بعض المصريين، يعني احنا لما كنا عملنا انترفيو مع استاذ احمد عيد قال كان الصعب في انه لو حفظت اللهجه، لو عرفت اتقن اللهجه ممكن انسى النص، لو مسكت النص والاداء ممكن انسى اللهجه وتفلت مني. فقولي لي عملتي التوستات ازاي، يعني مزجتيهم مع بعض ازاي، خصوصا انك كنت بتصوري الاثنين كمان في وقت واحد، دي شعبيه، واحده شعبيه مراسي ودميانه صعيديه صرف. بص، لازم ندي طبعا الاستاذ عبد النبي المدقق اللغوي معانا حقه، هو حد متمكن جدا وشاطر جدا، وهو كان معايا في اول مسلسل صعيدي عملته في حياتي، انا عملت اتنين، هو كان معايا في الاتنين، فكان معايا في بدايتي في قلب حبيبه مع الراحله الله يرحمها سهير البابلي، فانا يعني هو عشره قديمه، فلما جينا في المسلسل ده الناس كلها خايفه يمكن من اللهجه الصعيديه، انا بالنسبه لي يعني انا بحبها، بحب اللهجه الصعيديه جدا جدا، ومعايا حد شاطر قوي بيديني مش بس اللهجه، بيديني كمان اداء، عارفه؟ فانا باخد منه وهو بيتكلم، لدرجه ان في حاجات بقوله ده انا بحس نفسي ان انا عبد النبي وانا بقول الجمله دي يضحك. فانا كنت حباها، وانا الحمد لله متمكنه في اللهجات، فما عنديش مشكله ابدا ابدا، وكنت مبسوطه وانا يعني بتكلم صعيدي وبعبر في صعيدي كده، عارفه؟ كمان هو بيدي شخصيه، هي كلهجة بتديكي كده شخصية، معرفش ليها هيبة اللهجة دي، سبحان الله.